اخ عروه، ايه الرمله اللي ماليه الصحراء؟ نجح الاعلان الاول لفيلم عنتر ابن شداد للفنان محمد هنيدي في تحقيق 3 ملايين مشاهده عبر موقع فيسبوك بعد مرور يومين على طرحه. وعن سر اختياره لاسم عنتر ابن شداد، اسم الفيلم لتسلسل زمني معين، ان شاء الله لما نشوف الفيلم هنعرفه، والولد ده وايه علاقته بعنتر ابن شداد، ويعني منطقي هتلاقيه منطقي. عنتر ابن شداد مقرر عرضه بالسينمات في اول ايام عيد الفطر. الفكره العامه ان احنا بنقول سيف عنتر فين، بس في النهايه هو الولد له علاقه قويه جدا جدا بعنتر ابن شداد، وحدته دمها خفيف كده، باذن الله يعجبك. ابكي على البمبره وابكي على التينه وابكي على من ذبح قلبي بسكينه. اختيار فريق العمل كان سبب كتب السيناريو زي ما بيقولوا يعني اهل السينما بتوع زمان، الدور بينادي يعني صح. قاهر الجبال وتمساح الصحراء وزير نساء من الاخر. بيشارك في بطوله الفيلم دره، باسم سمره، لطفي لبيب. هو في النهايه فيلم كوميدي كويس، فيه ايمن بهجت كاتب سيناريو جميل جدا الحمد لله، وفي بلوف كده ظريف الفيلم، بنفهم الواد ده مين ورايح فين وكده، بس في النهايه فيلم كوميدي وان شاء الله يعجبك. كنا مع اهم عناصر الفيلم، المخرج شريف اسماعيل، المنتج يوسف الطاهر، والموسيقار خالد حماد، والمؤلف ايمن بهجت قمر، عشان يحكوا لنا عن الفيلم وظروف تصويره وعرضه. هو هنيدي من اكتر الناس القريبين ليا جدا، وفي كيمياء بيننا جميله، وفي حتى على المستوى الشخصي بعيدا عن الشغل احنا اصدقاء جدا. فين عنتر سنت الرجال؟ المخرج شريف اسماعيل في اول تجربه اخراجيه ليه حكى لنا عن اول تجربه مع هنيدي. مفيش، انا لقيت استاذ يوسف الطاهر بيكلمني المنتج، بيقول لي عندنا فيلم الاستاذ محمد هنيدي لو تتعاون معنا. قلت له طبعا ما عنديش اي مشكله، وقريت الورق وقعدنا قعدتنا وابتدينا نشتغل على طول معاه. اصعب الافلام اللي بتتعمل هي الافلام الكوميدي. قالوا لي قول الشعر واقسم بالله ما انا جاي. الميزانية للفيلم من أهم العناصر ومن أصعب تكلفة في الميزانية. في الميزانية الديكور والهدوم، الملابس كانت مكلفة والديكور مكلف، القرى القرية بتاعت عنتر وبني عبس وكده. حصريا قدرنا نعرف الفيلم الجديد المقترح على هنيدي لعرضه في أواخر السنة. عندنا ناس بيشتغلوا عليهم، في عندنا محمد حفظي، محمد سليمان، يعني في سيناريوهات بتتعد، وإن شاء الله على الكريسماس أجازة نص السنة بكون جاهز. هشيل الأنتريه ده إمتى؟ طلق. الموسيقى التصويرية للعمل الكوميدي دايما بتكون أصعب. الموسيقى في الكوميدي أصعب بكتير جدا من التراجيدي يعني. حاسس إن أنا لورنس العرب. وعن كواليس التعاون مع هنيدي والمؤلف أيمن بهجت قمر. هنيدي جاب لي الفكرة دي من فترة، كانت فكرة الأستاذ المؤلف صادق شرشر، كان هو عارضها عليه عشان يعملوها مسلسل إذاعة. فهنيدي عجبته الفكره جدا وقال لي من ساعتها انت لازم تكتبها، فاخد الفكره من صادق اشتراها منه يعني، وانا كتبت الفيلم، عملت المعادله وكتبته. اه ما بموتش اول واحد في المعركه. خوف وخفرع وعنتر.